خير انت افعل شر انت تلقى. تراك زلابة اذا ما اخذت حقك من ذا الورع. خلوني يطلع يا عيال، خلوني يطلع. اذا ما اخذت حقي ما اكون ياسر. الله لا يحطني مكانك بس. يا رب يا رب حطني في مكان ياسر. شوف الجريش والقرصان والحلويات يا حظات. اسمع يا ياسر، انت بتتنازل عن حقك حتى لو ادوك 10,000 ريال. اللي ينضرب يعطوه 10,000 ريال. ايوه حبيبي، امدي يطلب اللي يبغى حتى لو 100,000 كمان. يا عيال اطلعوا اطلعوا، امي واختي جايين. يلا يلا يلا. فمان الله. مع السلامه. ما تشوف شر. فمان الله. هلا هلا والله فيكم. الحمد لله على سلامتك يا ياسر. الله يسلمك يا رب، ان شاء الله من كل شر. ما شف شر يا ولدي، والله انا مستحيين منك، بس ان شاء الله انك طيب. وين طيب يا خاله، وين طيب فيه؟ بس ولدك ولدك غدر فيني. السلام عليكم اخوي عامر. اقول لك انت اخو مناهل. اي انا اخو مناهل. ها حق استراحه ربع. ايه هيا هيا نادي اختك، خليها تجي. هيا هيا اقول لك، هيا هيا نادي اختك. هيا مالك؟ ها نادي اختك. هيا ماله هذا ما يفهم؟ ادخل. مناهل مندوب التوصيل عند الباب. انت ايش تبي؟ جيت اسال اخوك عنك عشان يضربني، بس طلع غبي. مريض انت؟ اقول انقلع بس.